قول لي بصراحة يا دكتور، هو ابني فيه ايه؟ احنا بعد ما قعدوا معانا النهارده اليومين دول اكتشفنا ان هو بيتعاطى شيء بيخليه يهلوس او بيعمل افعال غير لائقه بيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه علاج ده يا دكتور؟ ليه علاج؟ طبعا احنا حاطينه تحت الملاحظه يومين ثلاثه كده لغايه ما نشوف ونظبط له علاج ان شاء الله باذن الله رب هيبقى 1000 ان شاء الله. ولا تفتكر انه قدير شيخ؟ لا شيخ ما لهوش شيخ، هو ده شكله ان هو بيتعاطى شيء ان حاجه بتخليه يتهلوس او يقوم بالليل او حاجه كده. عملت له تحاليل ولا حاجه؟ احنا عطيناه تحت المحصه دي النهارده يومين وحطيناه تحت المحصه. لازم يقعد معانا يومين ثلاثه. طب الله يخليك يا دكتور. الله يخليك، انا ما عنديش غيره. لا ان شاء الله خير باذنك يا رب، وان شاء الله خير باذنك يا رب. خلي بالك يا دكتور عشان ده احنا موقفين الجوازه ديت على علاج، على العلاج بتاعه. احنا والله احنا شغالين معاه تمام وشغالين عليه وعلى الحاله بتاعته. وعندنا اكتر من 4 دكاتره شغالين عليه هو بس. ربنا يكرمك، ده فرحه قرب خلاص، احنا ان شاء الله نخف في اسرع وقت. ربنا يتمم على خير ان شاء الله ويطلع من عندنا هو شخص تاني غير خاص غير الدكتور ان شاء الله. على الله كله على الله يا دكتور. ربنا يتمنها. ربنا يتمنها ان شاء الله يا رب. ماشي ان شاء الله ان شاء الله. وانت معزوم معانا على الفرح ان شاء الله. ده انا ليا الشرف ان شاء الله باذنك يا رب. الله يخليك ان شاء الله. ان شاء الله باذنك يا رب. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. شرفتنا. الله يخليك. السلام عليكم.